في مثل هذه الأيام أصيع إلى رسول الله وإلى كبد رسول الله وإلى دم رسول الله وإلى عرض رسول الله وإلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في مثل هذه الأيام سنة 61 للهجرة كبد رسول الله كان يتشظى ويتلظى عطشا طوال أيام، وماء الفرات تشربه الكلاب والخنازير. في مثل هذه الأيام كان بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقطعه السيوف وترميه السهام وتطعنه الرماح وتدق صدره وظهره حوافر الخيول. في مثل هذه الأيام كانت عمامة رسول الله وليس صورة رسول الله، عمامة رسول الله وعباءة رسول الله تختلطان بدم حفيده وتراب كربلاء. في مثل هذه الأيام كانت بنات رسول الله تهيم على وجوهها. تهيم على وجوهها تطلب الناصر والمعين والدافع والمحامي ولا تجد جوابا إلا الصياط وإلا الطامعين، اللصوص، السواق، القتلة. ولذلك بعد وفاء منا لرسول الله ومحبة لرسول الله وعزاء لرسول الله نحن نفعل ما نفعل ونتذكر ونتألم وتبكي عيوننا وتدمع قلوبنا ونرى في هذا وفاء لهذا الرسول العظيم الذي أخرجنا وأخرج آباءنا وأجدادنا من الظلمات إلى النور.